الاطمئنان على المشروعات الإنشائية والتي يجري العمل بها هناك ومتابعة سير هذه المشروعات. طيب قبل ما اكمل لكم الخبر اخد كابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. كابتن محمد اهلا بيك. الله يخليك كابتن، ازيك؟ صح، الله يخليك. انا هاخدك من الماتش بس كده ثواني، تطمني بس على زياره سياده الوزير النهارده النادي الاهلي، وتطمني كمان على كابتن محمود الخطيب وجولته التفقديه اللي عملها النهارده في فرع النادي بالشيخ زايد. لا طبعا، زياره النهارده يعني رساله واضحه من سياده الوزير اشرف صبحي اللي بيتميز بروح اشتباب ودؤوب ومن اول لحظه تتحرك، والراجل ربنا قال كلمه جميله جدا: انا بجمع كل ما سبقوني عشان اخد كل الايجابيات اللي كانت موجوده اللي فاتت وابدا اشتغل وازود عليها، ويبقى في تواصل ما بين الادارات كلها. هو ده النجاح، يعني دي حاجه جميله فعلا فعلا، اللي انت بتيجي ما بتنكرش ما سبقك، ودي حاجه مهمه جدا، ودي يعني انا انبسطت منها وكلنا انبسطنا منها. طبعا هو سياده الوزير اشرف صبحي يعني اتحرك سريعا، كان المفروض النادي الاهلي كان بيشكل وفده وهيروح برئاسه الكابتن هو خطيب لمكتبه عشان يبارك له، ولكن هو سبقنا طبعا. تمام، وكانت رسالته للزياره النهارده ليها يعني مردود كويس جدا، وليها رساله واضحه للجميع: استقرار الانديه الجماهيريه والحفاظ على استقرارها الاهلي. وبعد كده لما خلص زياره الاهلي كان رايح الزمالك وزياره الرياضه، في رساله واضحه لعزمه واصراره على يعني تجميع المشكلات ووضع حلول ليها سريعه. وانبسطت جدا برضو اللي خلال الزياره تفرق الاهم النهارده هو عوده الجماهير الفتره اللي جايه. اكيد يعني اسلكت دورنا جميعا. اكيد الفتره اللي جايه باذن الله هيبقى فيها يعني ان شاء الله تحرك بشكل كويس وبالتعاون معاه بشكل جيد، وخصوصا اللي هو من اكثر الناس اللي لمست هذا الملف خلال فتره 2012 و2013 اما تولى رئاسه هيئه الاستاد القاهره، وكان في يعني لمس الموضوع وعاش فيه، فهو برضه عنده درايه بيها كويس جدا جدا. فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تبقى كويسه. احنا طبعا بنهنيه وبنبارك له، وكابتن محمود الخطيب بوجه له رساله تهنئه، والمجلس كله النهارده بحكم نائب رئيس النادي عمرو فاروق وامين الصندوق خالد الدرندالي، علواني، دكتور محمد، دكتور مهند، ان هو كمان حتى يعني الاستاذ وزير اثنى على التشكيل المجلس اللي فيه نسبه 72% شباب. اكيد. وكان يعني بيقول المجلس الاهلي بيتميز في تنويع وفي شباب وفي استثمارات، طبعا كابتن الخطيب يعني زياره جميله جدا جدا، ان شاء الله باذن الفتره اللي جايه بقى فيها تعاون بشكل كويس جدا. اكيد يا استاذ عميد، وانا استاذ عميد وانا كمان الجولات التفقدية للكابتن محمود الخطيب علشان يطمن على سير هذه المشروعات، شايفها حضرتك ازاي؟ هي يعني بنقفل ملفات وبنبدا نسلم كل ملف لكل المسؤول عن ملفه بيستلمه وبيحاول يتحرك فيه. زي ما انت شفت حركنا في النشاط الرياضي بالكامل الفتره اللي فاتت، اخذت مننا قبل العيد فتره كويسه جدا لغايه ما كابتن رفعت عبد الله مدير الشؤون الرياضي استقر بتشكيل اجهزه ودعم لاعبينه. بعد كده دخلنا في الملف الاهم واللي كان حديث الناس كلها وكان في انتظار جميع النادي الاهلي، ملف جهاز كره القدم، والحمد لله رب العالمين ربنا كابتن الخطيب ولجنه الكره الاختيار ان شاء الله باذن ربنا يتمموا بخير في افريقيا والوصول لكاس العالم. طبعا بعد ما خلصنا دخلنا في الملف تمام الاخر اللي هو الملف تنفيذ برنامج عائله الاهلي، فكان في اجتماع مع المهندس كامل على طول تمام الجهاز الخدمه الوطنيه اللي بيشتغلنا، وتفقدنا بعض كثيره المبنى وهم وعدوا الفتره اللي جايه لها حركه سريعه جدا. تفقدنا النهارده على طول وتفقدنا اماكن مشروعات البنك الجديد، في بنك الفتره اللي جايه هيعلن عن انشاء فرع الشيخ زايد، وفي نفس الوقت الاسبوع القادم ان شاء الله. سياده العميد الصوت بيقطع. يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي، النهارده كان في زايد، الاسبوع الجاي في نصر، هيبقى باستمرار الكابتن الخطيب هيبقى في جولات تفقديه للسرعه في انهاء الاعمال الانشائيه اللي في النادي ان شاء الله. انا بطمن كل جماهير النادي الاهلي من خلال حضرتك ان كل حاجه ماشيه في طريقها المظبوط وفي مسارها الصحيح، ولكن دايما انا بقول علينا الصبر والانتظار
لخروج القرارات بطريقة صحيحة وطريقة مدروسة وطريقة تفيد الجميع. الحمد لله زي ما احنا شايفين احنا كده بنشتغل بخطوات ثابتة. رئيس النادي الأهلي مش يعني ده ابن النادي على درجة عالية جدا من الإدارة، بناخد كل حاجة بتأني بشكل جيد جدا عشان توصل في الآخر للناتج اللي انت عايزه بشكل كويس، بيليق باعضاء النادي الاهلي ويليق بجماهير النادي الاهلي. وانا متهيألي الاختيار الحمد لله رب العالمين كان موفق بقدر كبير لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بالنسبه للجهاز الفني لكره القدم. نتمنى بس التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى والفوز بقى ان شاء الله باذن الله ببطوله افريقيا وعوده لكاس العالم مره اخرى. اكيد اكيد يا سياده العميد. كمان انا في النهايه يعني باكد على دور حضرتك ودور النادي الاهلي في القتال على عوده الجماهير للمدرجات مره ثانيه، والحمد لله ان سياده الوزير اشرف صبحي النهارده اشار الى هذه النقطه وقال ان احنا كلنا هنحاول داعمين الجماهير انها ترجع للمدرجات مره ثانيه. كل اللي في المنظومه الرياضيه بيشتغل وكل اللي في المنظومه الرياضيه بيتمنى عوده الجماهير مره اخرى، وان شاء الله باذن الله بالتعاون كافه المؤسسات وبتعاون الانديه الجماهيريه وبحمله توعيه زي ما الوزير الشباب والرياضه قال النهارده، حمله توعيه كبيره لجماهيرنا. انت النهارده وشايف الجماهير المصريه في روسيا وقبل ما وفي مباريات كتير حضر فيها جماهيرنا بالشكل اللائق، فان شاء الله باذن الله في القريب العاجل والموسم ده الواحد عنده تفاؤل اللي هيبقى في عوده باذن الله للجماهير بشكل كويس. سياده العميد محمد مرجان او كابتن محمد مرجان، الف شكر لحضرتك. دينامو النادي الاهلي بصراحه يعني دايما بيطمنا ودايما بيتكلم زي ما بقول لحضراتكم، بيتكلم بمنتهى الجراه وبمنتهى الموضوعيه.